انسوا كل انواع المحلبي اللي سويتوها من قبل وتعالوا جربوا محلبيه تركيه او محلبي تركي. اول شيء نجيب الجدر اللي راح نطبخ بيه المحلبي ونحط بيه لتر حليب. طبعا وصفات الاكل الطبخ الحلويات اللي بيها حليب افضل شيء تستعملون بيها الحليب الكامل الدسم، كومة تطلع اطيب. نحط نص كوب شكر ونص كوب طحين وربع كوب نشا. يمكن راح تستغربون انه هذا المحلبي بيه طحين، بس الطحين هواية ينطي طعم أطيب، وممكن تحطون بس طحين. هو هذا ميزة المحلبي التركي انه يسووه بالطحين او يسووه بطحين التمن. نخبطهم على البارد بدون نار الى ان يذوب كل الشكر والطحين والنشا بالحليب، بعدين نشيل الجدر ونحطه على النار. نحطه على نار وسط ونحرك شوية شوية الى ان يبلش يحمى ويثخن. وهسه بلش يثخن، راح نضيف له ظرف فانيلا باودر. بهاي الوصفة افضل نستعمل فانيلا باودر، بس اذا ما موجودة عادي ممكن تستعملون فانيلا سائلة. نحط 20 غرام زبد ونحركه الى ان يذوب الزبد كله، وبعدين نطفي النار ونحطه على صفحة. وبقى مكون اخر شي راح نحطه هو اللي راح يغير طعم المحلبي كله ويخليه يصير مثل الكريمة وما يصير كلش ثخين من يبرد. أنا أحب المحلبي ما يكون كلش ثخين، إذا أنتوا تحبوه أثخن ممكن تزيدون كمية الطحين أو كمية النشا، بس هذا ممتاز. آخر شي راح نحط كريمة باودر، وهو هذا المكون اللي حكيت لكم عنه، وراح نخلطه بالخلاط الكهربائي ويا المحلبي دقيقتين تقريباً. وهذا المحلبي صار جاهز، صبيته بكاسات التقديم وزينته. ممكن تحطون فستق حلبي مجروش او ممكن تحطون جوز هند او اي نوع بسكت انتو تحبوه، ممكن تطحنوه وضيفوه عليه او ممكن اي نوع مكسرات. وبعدين حطيت عليه كم وردة وهسه صار جاهز للأكل. تقدرون تقدموه حار بالشتاء أو بارد بالصيف، بكل الأحوال هو كلش طيب ومتأكدة راح يعجبكم. وبالعافية.